هل مشاهدة الأفلام والعياذ بالله الإباحية من الكبائر، أي لا يكفرها العمل الصالح وتكون التوبة منها مثل التوبة من الخمر والزنا والعياذ بالله، وهل يجوز أن المصر عليها يعني له وأقول له أنت مرتكب كبيرة، وكيف يكون الإنسان مصرا على المعصية وجزاكم الله خيرا؟ وجزاهم مثله. أقول للسائل الكريم أو السائلة الكريمة، بارك الله في الجميع، أصلح الله أحوالنا ورزقنا الحق ورزقنا الطاعة ورضاء ربنا جل وعلا. لا يجوز شرعا مشاهدة هذه الأفلام، وهذا ما ابتلانا به أعداء ديننا. عندهم لا تجدهم يفعلون ذلك، ولكن صدروه لشبابنا وصدروه لبناتنا وصدروه للمسلمين للأسف الشديد. فلا يجوز شرعا. نعم هي كبيرة من الكبائر، بل انتبهوا، الإصرار كما قال أهل العلم قاطبة، الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. إذا أصر العبد على فعل ذنب بسيط وصغير لكن مصر عليه، إنما ينقله من الصغيرة إلى الكبير. لماذا؟ لأنه فيه استخفاف بالخالق سبحانه وتعالى. فما بالكم بإنسان يشاهد ممنوعات الإباحيات عارية وما إلى ذلك، هذا محرم وكبيرة من الكبائر ولا تجوز شرعا، وعاصي وآثم ويحتاج إلى توبة واستغفار ورجوع إلى الله. وإنما أنا أهمس في أذن كل من ابتلي بذلك أو وقع في هذه المصيبة، ما الفائدة التي تعود عليه؟ العجيب يا أخي الكريم، وهذه من الأسئلة التي يعني يندى الجبين لها أسف وخجل وحياء من شكاوى الأخوات الفضليات بارك الله فيهن. الحلال بين يدي والزوجة أمام عينه والغرفة موجودة أعزك الله، ومع ذلك يغلق على نفسه مكتبه أو غرفة أخرى ويظل يشاهد الحرام. يا أخي اغلق هذا الذي تشاهده، ما الفائدة؟ ما المتعة التي عادت عليه؟ إنه الشيطان سول له. الحلال بين يديك، اترك هذا الحرام ثم فرغ طاقتك هذه في هذا الحلال. وهذه المشاهد تجعله مريضا نفسيا كمان شيخ كريم، ليس مريضا نفسيا، بل غير طبيعي كمان، بل يعجز تماما عن القيام بواجباته الزوجية في أي لحظات من اللحظات. مثل إخواننا وشبابنا الذين يقعون في ممارسة العادة السرية أو دوت، بمجرد ما تزوج، أنا آسف في التعبير، بيطلع من الخدمة بدري بدري. هدانا الله إياهم، آمين يا رب العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال يا رب، آمين يا رب، وأن يجنبنا الحرام. السلام.